يسعد صباحكم مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الافاضل، مرحب بكم عبر فقراتنا المتنوعه والمتعدده. حرحب في كلينيك السبت بدكتور محمد مطر. يسعد صباحك يا دكتور. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم. صباحكم الله بالخير. اللهم امين جمعا. الله يخليك ان شاء الله. يا دكتور كيف احوالكم؟ كيف جميع المشاهدين؟ ان شاء الله تكون صحه طيبه. تمام 100 100. الله يبارك فيك. تسلم يا دكتور. عاوزين نتكلم الليله عن قرصنه المعده لانها انتشرت وناس كتار بيعانوا منها وما بيعرفوا اعراضها شنو، بس يقول لك عندي حاجه حرقانه هنا، وجعه، يعني التفاصيل كده بتختلف. بالضبط كده، كلام صحيح. هي حاليا قرصنه المعده اصبحت كثيره جدا، والاعراض زي ما تقول اختلطت على الناس. طيب الجرثومه دي دائما موجوده في، زي ما ممكن نقدر نقول كاحصائيه عامه، 50 ل 70% من البشر في العالم موجود عندهم. 90% من الناس اللي عندها قرحة في المعده، ما المسبب بتاع جرثومه المعده. طيب نجي ندي تعريف بسيط كده للساده المشاهدين، انه جرثومه المعده او بتسمى الجرثومه الحلزونيه او البكتيريا الحلزونيه، هي بكتيريا بتتكاثر وتعيش في الجدار حق المعده، هي المسبب الرئيسي للالتهابات في المعده والاثني عشر. دي تعريف مبسط للجرثومه. هي بتعمل شو؟ بتهاجم الجدار حق المعده. بعد كده بتسبب لنا قرح الهضميه. الناس مركزين على المعده اكثر من الاثني عشر ذاته، ما عارفين وظائفه شنو يعني غالبيه. بالضبط كده. يعني اديك مثال يعني مثلا بالاول الاليه بتاعت العمل حقت الجرثومه، اول ما هي تهاجم الجدار بتاع المعده في حاجات بتزيدها، يعني مثلا التوابل، الشطه، بعض المأكولات الملوثه، هي بتخلي البكتيريا تفرز الاحباط. طيب لما نجي نتكلم مثلا عن المسببات او ندخل في الباب بتاع المسببات، عن طريقين، الماء الملوث او الطعام. او الاواني الملوثه. ودائما الحاجه دي بننبه الناس دائما، بنلقاها كثيره وين؟ في الناس اللي بيمشوا المطاعم. يعني اغلب الاكل بتاعه من برا. ايوه، يعني الاكل بيعتمد على السرعه، ما بينجب كويس. ايوه، الفاست فود اللي هو عدم النجاب بتاع الاكل او عدم النظافه الشخصيه للعماله ذات الشغالين في المطاعم. ايوه، ودائما البكتيريا دي بتكون لها دائما اكثر حاجه في دول العالم الثالث بسبب ضعف النظافه الشخصيه والهيجين. وطبعا النظافه الشخصيه دي للمطاعم عندها صحه تقريبا، في شهاده وفي فحوصات وكده يعني. بالضبط كده، ونتمنى ذاته انه الدور ده من مع وزاره الصحه يكون مفعل بطريقه كويسه. لانه لو هنا بيتقللها طبعا انتشار سواء الجرثومه او باقي الامراض المعديه. بتقللها لنا. يعني طيب في ناس كثيرين بتسالوا انه هل الجرثومه دي معديه؟ طبعا الاجابه نعم. الجرثومه هي معديه، بتنتقل من شخص لاخر عن طريق اكرم الله السامعين، عن طريق البراز او التلوث البرازي في الطعام والماء. ودائما بتكون بسبب غسل اليدين بعد استخدام الحمام. يعني ده هي المسبب الرئيسي للطرق او طرق الانتقال. ايوه، يعني هي من الامراض المكتسبه، يعني ما حاجه وراثيه. ايوه، لا لا لا، بالضبط كده. وبعدين نسبتها بقت كبيره في العالم، بتبدا هي تاثر على الواحد لما خلاص الاعراض تبدا تزيد معه، حتى تزيد لنا الحده بتاعت الاعراض. طيب نتكلم، نذكر للاستاذ المشاهدين بعض الاعراض حقتها. او شيء الام في البطن، او طمام، استفراق احيانا بيكون معه دم، او سويدات في لون البراز. دي مراحل متطوره ولا في البدايه؟ دي مراحل يعني في الاول بتكون طيب، يعني في الاعراض الاوليه. أيوة. دائما بتكون لنا حموضه شديده، بتكون معاها عدم شعور بالجوع او شعور بالشبع. يعني مثلا واحد دائما بيجي في العياده بيذكر لك انا اكلت والله كميه بسيطه من الاكل، حسيت نفسي خلاص شبعت او بطني مليانه. يعني رغم انه يكون اكل له لقيمات بس زي ما بيقولوا. ودي ملاحظه عند المدخنين اكثر، يعني بس ايوه الاولاد في البيت الواحد يقول لك انا ما جيعان، يكون بيدخن بشراهه يعني، وفي نفس الوقت بيشتكي من الم في المعده. وده بالناس اي زول بيكون مصاب بجرثومه المعده بننصح انه يوقف التدخين طوالي. دي برضه من المسببات او من اللي هي بتجينا بعد كده الاعراض الثانيه اللي هي السودات لون البراز او فقر الدم. ليه دائما بيحصل فقر دم؟ بسبب نزيف تقرحات في المعده او النزف التقرحي في المعده. ايوه، دائما الناس المصابين بالجرثومه بيكون عندهم فقدان للشهيه وفقدان للوزن. دي من الحاجات الملاحظه. طيب برضه الناس اللي بيشربوا الشاي
الشاي السادة، شاي لحمة، دايما بيشعروا كده يعني بآلام. صح بالضبط كده. يعني حاليا ان اي زول مصاب بالجسور بنحاول نقلله من حاجتين او من ثلاث حاجات: التقليل من شرب الشاي، التقليل من شرب القهوه لانه بتزيد برضه التقرحات اللي عنده والالام، التقليل من التدخين. يعني دائما بنحاول انه الواحد يرجع في الحاجات الطبيعيه شويه. أيوة. لكن احنا عشان نصل للتاكيد او هنا في بعض الفحوصات منها فحص الدم العام او فحص الرسوم عن طريق البراز، وهذا الفحوصات المتوفره يعني كثير، او اختبار التنفس او النفس. بنلجا لحاجه اخيره اللي هي المنظار، بنقوم ناخذ عينه ونقدر نشوف هل في تقرحات او بنتريشن للبكتيريا او لا. والمنظار ده الناس بتلاوز منه كده، ما بيحبوه. اي مع انه حاجه بسيطه يعني. يعني المنظار ده بالضبط كده يعني ممكن ياخذ من 15 ل 25 دقيقه او مرات اقل. أيوة. حاجه الدياجنوستيك التشخيصيه بتساعدنا ذاته في التشخيص وفي الرؤيه السليمه، وممكن ناخذ عينه والناس تطمن يعني ما فيها حاجه. لكن في بعض الحاجات الناس لو التزمت بها ممكن تتلاشى المضاعفات. اها. يعني مثلا اللي هي في شكل نصائح، اول شيء الناس بننصحها تبعد من الاطعمه الحاره اللي بتحتوي على التوابل والشطه. دائما هنا لو ملاحظه في اكلاتنا هنا في السودان بيكتروا لك من الشطه والبهار والتوابل والحاجات دي. فدي كلها بتساعد في 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 الحده حقت الجرثومه. دي الحاجات الحاره دائما جهاز الهضم عموما، الناس المصران و دي كلها مهيجات بتهيج. صح بالضبط كده. عشان كده بننصحهم ويقللوا كمان من شرب القهوه والتدخين. في حاجه ثانيه برضه مفيده يعني ممكن ننصح بهم، اللي هو يقسموا الوجبات. حتى الواحد بيكون شوي ما يتعب المعده، يقسم الوجبات خلال اليوم يعني 6-5 وجبات بتقسم. اول واخر طبعا في الحاجه دي النظافه للايدي والاواني، دي يعني بتكون عشان نقدر نتجنب العدوى من شخص لاخر. ايوه. طيب يا دكتور، من الاعراض النفس ما بيعمل عدوى؟ لا ما 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 فيه حاجه. ما فيه حاجه، لكن ممكن تحصل لنا مضاعفات. انا حابب اذكرها هنا للساده المشاهدين، انه اذا اهملنا الاعراض الاوليه اللي هي قلنا الحموضه والشعور بالامتلاء والشبع، ممكن ندخل في مضاعفات ثانيه اللي هي بتتمثل لنا في قرحه المعده او حدوث نزيف في المعده او فقره دم. عشان كده نحن دائما لما تجينا الاعراض الاوليه ناخذها بجديه ونمشي للعياده او للطبيب. ايوه. والالتزام ثم الالتزام بالعلاج، لانه لو بدأت في العلاج بتاع العلاج هو ثلاثي. العلاج بيستمر لمده 14 يوم، عباره عن مضادات حيويه ومثبطات البروتون، العلاج اللي هي بتقلل لنا الحموضه ل 14 يوم. بعد كده خفت او مشت خلاص، بعد كده ممكن نعيد الفحص بعد شهر للتاكد. اذا ما مشت ثاني بنبدا لمده 14 يوم، فالعلاج بتاعي التزام دقيق من قبل المريض. ايوه. في الوقت. يعني داير جديه من المريض انه هو يعني يلتزم بالعلاج، وفي نفس الوقت يحاول يركز على الاكل، الاكل المطهو كويس والمنجط كويس يعني. بس بالضبط كده، مع الالتزام بالهنا يعني دائما بننصح الناس بحاجتين. انه انت من جانبك حاول انه الاهتمام بالنظافه الشخصيه، توقيف الاكل الخارجي او الكثير برا البيت. خلاص. الحاجه الثانيه بالسايد الثالثه اللي تلتزم لنا بالعلاج في الوقت بتاعه. لو الواحد التزم بالحاجات دي ومشابه كده لمده 14 يوم، ان شاء الله الاعراض بتبدا تسد. الاطفال ما معرضين للجرثومه دي يا دكتور؟ والله هم معرضين في كل الاعمار. في كل الاعمار، عشان كده لازم يكونوا يعني في رقابه بالنسبه للاطفال من قبل الاهل. ودين يعني في الالم بتحملوه كيف او بيحسوا بشنو يعني عشان الدكتور يقدر يشخص الحاجه دي؟ طيب يكون عندهم للاطفال عاده بيجونا بالالم بتاع الم البطن العادي. ايوه. يعني يديك مثلا يقول لك والله انا عندي لواي شديد في البطن، او جاته الوخزه باسهال، باستفراغ، بحاجات زي دي. دي عاده هي، لكن في الاشخاص الكبار بيجيك اكثر حاجه بيقول لك انا عندي حوامض لفتره، او عندي حرقان والله لفتره. وتلقي فعلا انه هو مصاب بالجرثومه له فتره، لكن دي الاعراض بتاعتها ساعات بقت ماشيه في الزياده او في الحده بتاعتها زايده. طيب يا دكتور، نحن على يعني الختام المداخله، النصائح بتقدمها للمستمعين الاعزاء. والله النصائح في المقام الاول انه الالتزام بالنظافه دي اهم حاجه.
النظافه الشخصيه، غسل اليدين بالماء والصابون دي اول حاجه بعد الخروج من الحمام. ثاني حاجه نبعد من الشطه، البهار، اي اطعمه سبايسي او الحارقه، نقلل من شرب القهوه، نقلل من التدخين، من الكافيين او من الشاي وكذا. ايوه لو التزمنا نحن بالحاجه دي باذن الله تعالى بنقلل من الاصابات ومن الانتشار حق المرض. التدخين بانواع مختلفه، السجاير، الشيشه، سواء السجاير الشيشه او كذا، صح؟ لان دي كلها بتزيد لنا حتى الالتئام، لانه الالتئام بتاع القرح بيكون بطيء. فالتدخين الحاجات بتزيد لنا ثاني من الشده والالتئام بتاع التقرحات، الحده بتاعت التقرحات. والنصيحه للامهات الاهتمام بنظافتهم الشخصيه ويعلموا اولادهم استعمال الصابون. بالضبط كده. يعني من الصغر لو علموا الاطفال انه انت تخش الحمام تطلع منه تغسل يدك بالصابون قبل الاكل، قبل كل وجبه تغسل، باذن الله تعالى ما بتجي حاجه. ايوه اللي هو بس التزام بحاجات بسيطه جدا والله. هي تم الالتزام بها لان ان شاء الله ما بتجي الا تنتج الامراض. اهتمام القصه كلها. بالضبط كده. اي شكرا جزيلا يا دكتور. ايوه تفضل. الله يديك الصحه. عايز اقول حاجه معلش؟ لا ده اقول انه هي طبعا تم اكتشافها مؤخرا، يعني اكتشفت عام 1982. يعني قريبه. ايوه بالضبط كده. اي وهي موجوده في ثلث اكثر من ثلث سكان العالم. سبحان الله. عشان كده يعني انتشاره كبير، عشان كده لازم الناس تعمل حساب اكثر. ايوه ان شاء الله يا رب كل الناس يهتموا بصحتهم في كل المناحي. اللهم الاطفال الاسر والناس الكبار يعني عشان عافيتهم ما تبراهم ان شاء الله. بالضبط كده. ان شاء الله ان شاء الله ربي يديم الصحه والعافيه للجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد مصطفى. بارك الله فيك. الله يديم الصحه والعافيه. تسلم. مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، كانت تلك كلينيك السبت عبر اثير بي ان اف ام 91.